ابعد عن الطريق. خبر ايه ده؟ يا نهار ابيض، الاحسن ان اشوف يديك. دايما بحتاج ده. مسجل صغير تاني. ايوه، حقن نيرو. خلينا نشوف لو لسه شغاله. خلاص كان هياخد حقنه للبرد. بقول لك، شفت مهام الاسبوع اللي جاي؟ وبعدين؟ ايوه، قرروا فريقنا يخرج ويجمع حاجات من ديد كايوتي. فعلا؟ ازاي ده فاتنا؟ مش ضمن خط سيرنا. انا مش عارف، هشوف الموضوع مع صابر. ده المكتوب ياتي القرف. الشكل ده مش طريق. ايوه ما بهزرش، ما تعالى. ايا كان، بيحركوا طول الوقت. عندي اماكن وقوف لازم اعدي عليها. عندي اختبارات لازم اعملها، وفخاخ لازم الاقيها. ارجع للمسؤول، مش انا اللي حاطط الجدول ولا انا بختار الوحيات. ده اللي بعمله. شكرا جدا. طبعا مفيش مشكله. تمام، اظن ما عادش في حاجه تخليك تقلق على واجباتك العسكريه بعد كده. عسكر متشردين، السفلة اللي كانوا بيعملوا فخاخ لكل نقلات المقل في المكان، مش كده؟
بالظبط. حقنا نيرو عندها كتير منها قوي. ساعدني افضل مركز. لازم اقتلهم كلهم، لازم اقتل السفلة المجرمين دول لحد اخر واحد فيهم. مينفعش اسيب اي واحد منهم يخرج من هنا صاحي. دول شوية مغتصبين ومجرمين. لازم اخلي المعسكر، في هنا شوية مجرمين وحرامية ومش ممكن اسيب اي حد منهم يهرب. خلصنا من واحد، فاضل قد ايه يا ترى؟ ها بتخلص فعلا. تمام يلا بينا. في
هنا. ولقيت ايه؟ مش ممكن. في حاجة. ايه ده؟ في حاجة؟ ايه ده؟ اكتر ايوه ثبتها. انا شايفك بتجري في المكان ده. بيجري وخلاص. الحقير ده هو قتلهم. معسكر امان، عارفين الاحساس عامل ازاي دلوقتي؟ ها دقت اللي بتعملوه في غيركم؟ ها صح. ايوه يا ترى كان عندهم ناس قريب من هنا؟ راهن ان عندهم واحد. خردة كتير. تمام. ايوه. اقدر استعمل دول.
هو الباب اللي وراني. ايوه كنت عارف ان في واحد. إذاعة أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. تقريبا ما حدش منكم هيفتكر الحرب الباردة. الحياة في الفترة دي كانت شبه الكابوس لكن من نوع تاني. مع كل صوت طيارة بتعدي من فوقنا كنا نفتكر ان دي النهاية وان الطيارة هترمي قنبلة فوقنا. كمان عشنا في وقت الخوف الأحمر، محدش كان عارف جاره أمريكي بجد وبيفتخر باللون الأحمر والأبيض والأزرق، ولا ممكن يكون شيوعي وبيحب الأحمر بس. ده خلى الثقة مش موجودة. أبويا قبل ما يموت علمني إن الطريقة الوحيدة علشان تكون بأمان في الأيام السودة دي هي إنك تنزل تحت الأرض. أنا بنيت معاه أول مخبأ ليا، بس ما قدرناش نحفره في الجنينة وفي جيران بتتجسس علينا. كان مفروض نروح الغابة بعيد قوي عن الطريق اللي ممكن اي حد يكون فيه. لما يكون عندك مخبأ بتبقى عارف ان لو البلد اتدهورت بسرعة والدنيا خربت تقدر تفتح المخبأ وتنزل السلم وتبقى في امان. معاك الراديو بتاعك وخزين الاكل والزخيرة. مفيش حاجة اتغيرت. الاحسن تحفر مخبأ بدل ما تحفر قبر. معاكم مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة. ما تصدقوش الإشاعات. بجد يا كوب؟ إزاي الموضوع هيظبط بالنسبة للأوغاد اللي كانوا بيمتلكوا الملجأ اللي أنا فضيته؟ ها؟ الموضوع مش هيبقى كويس بما إنهم كانوا ميتين من فترة قبل ما أروح هناك. خريطة، شكلهم كانوا حاطين عليها علامات كويس.